تنولي نتفق بالجوع صافي عينيا تيتسدو تنولي نبكي نبكى ما كيبقاش يخرج ليا بعض المرات. علاش الصحه ما كايناش باش غتخدم كتقاوم كتقول لا نخرج نخدم خا 100 درهم تكاع جبتي 100 درهم تكاع جبتي 4000 تكاع جبتي 6000 اش بدي لك تستاهل. ربعات البيضوات اخويا نديرو حنا حتى 10 البيضوات نديرو حنا حتى 20 بيضه ما يمكنش اخويا 20 بيضه غادي تصبن بيه وتعوم بيه وتطيب بيه وتغسل بيه المواعن وتسيق بيه الدار ما يمكنش لا يمكن. اضطريت نلوح حوايجي ونلوح مواعني لان هذاك المواعن غيبقاو تما ما عمرهم غيتغسلوا يكفيهم عام ونص وهم قاعدين في السطاح. كتشوف اخويا ما عمرك غتدخل الماء انت خدام ميناج نهار تتخدم تتقعد 10 ايام بلاش ما 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 عندك حتى شي خدمه ليا قاره ولا شي مدخول قار ولا الا ما خدمتيش ما تلقاش ما تاكل. دابا كتشوف العيد الكبير هذا هو المشكل. العيد ما يمكنش العيد اخويا ما كنعيدش ما نكذبش على سيدي ربي العيد ما كنعيدش شي 10 سنين دابا مني مات الوالد الله يرحمه عمر العيد ما دخل عندي للدار. واحد السيد الله يجازيها بخير يا اخوها هما اللي كيجيبوا لينا. عندي اختي مريضه عقليا هي اللي مسكينه كتخرج تطلب شحال تجيب كاع جايبه البارح دار الله من الصباح حتى العشيه جايبه 160 ريال. هي طمعت فيا مسكينه طلعت عندي قالت لي خويا عطيني واحد الفرانك باش نوقف طاكسي. السلام عليكم معكم رشيد من مدينه اسافي الله يجزيكم بخير. كنطلب من خوتي وخواتاتي عندي واحد المشكل كديجا درت فيديو ديال الموضوع ما عنديش مع الازمه ديال كورونا وهذا ما كاينش الخدمه كثيره باش غادي زعما ما صرتش جهد باش ودرت فيديو واني داكشي قليل اتصلوا بيا ناس الله يجزيهم بخير واني داكشي قليل ما خلصش ليا داك الامكانيات اللي انا باغي باش نرجع مكانه ديال الماء ما كاينش خويا من طبيعة الحال خلق ليا مشاكل الماء وبزاف الحوايج اخويا مش نقول لك تفيق مع الصباح ما تتلقاش الماء باش تشرب في العشية تجي تكون خدام ولا شي حاجة تجي ما تتلقاش غيمة الماء ما تشرب لا ما خرجتيش خدمتي ما تلقاش ما تاكل شحال غتصور قعدت في هاد النهار 100 درهم 150 درهم وني ماشي كونتيني كتخدم مرة مرة. اتصلوا بيا ناس الله يجزيهم بخير وني هذيك الامانه صيرتها في رمضان ما لقيتش اخويا ما نصير ما نكذبش على سيدي ربي صيرتها اضطريت نصيرها لان ما كاينش اخويا عندي اختي مريضه عقليا هي اللي مسكينه كتخرج تطلب شحابه تجيب كاع جايبه البارح دار الله من الصباح حتى العشيه جايبه 160 ريال هي طمعت فيا مسكينه طلعت عندي قالت لي اخويا عطيني واحد الفرانك باش نوقف طاكسي. تكرفصت اخويا تكرفصت بزاف تكرفصت ما عنديش اخويا هاد الامكانيات باش غنوض ونقاوم باش ندخل مكانة الضو مكانة الماء ابر الصاير ابر بزاف الحوايج ما عنديش خدمة على عقد الحال اخويا ميناج شحاب يتصور في هاد الميناج ما نكذبوش على بعضياتنا شحاب يتصور في هاد الميناج كاع شحاب يتصور كاع في هاد الميناج اخويا تصور 100 درهم 150 درهم وماشي يوميا غتخدم خدمتي السيمانة 8000 ولا 10000 يمتى غادي تجمع حتى فلوس هاد المهضة وانت كتشوف راسك خويا كتجي للدار ما كتلقاش حتى غيمة الماء ما تشرب براد اللي ما غسلتيش ما تقدرش تشرب فيه غتلقى البراد اللي ما غسلتيش ما يمكنش غادي تشرب فيه يوميا 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 راه لا يمكن كاس اللي ما غسلتيش ما تعطيكش خاطرك تشرب فيه حوايج ما كلشي حوايجي وما يعني كلشي غنلوحهم لان ما لقيتش الماء باش نفك حوايجي كيعطوني الناس الحوايج قررت لو حوايجي كاملين قررت
قررت كلشي داكشي الحوايج كاملين كلهم غنلوحهم، حوايج ومواعن وكلشي غنلوحو، لان حوايج تكرفصوا ليا، مواعن تكرفصوا ليا، كلشي تكرفص ليا، ما عنديش باش انا على ود الماء غادي نحيد هاد الحوايج كاملين غنلوحهم، لان ديجا درت فيديو خويا، اتصلوا بيا ناس ماشي ما اتصلوش بيا، جزاهم الله خيرا، الله يرحم لهم الوالدين، اللي دار شي حاجه دار لله في سبيل الله. كثير ميمكنش اربعة البيدوات اخويا، نديرو حنا حتى 10 البيدوات، نديرو حنا حتى 20 بيدو، ميمكنش اخويا 20 بيدو غادي تصبن بيه وتعوم بيه وتطيب بيه وتغسل بيه المواعن وتسيق بيه الدار، ميمكنش، لا يمكن. والله ما نلوح حوايجي، اضطريت نلوح حوايجي ونلوح مواعني، لان هذاك المواعن غيبقاو تما ما عمرهم غيتغسلوا، يكفيهم عام ونص وهم قاعدين في السطاح. حوايج شحال قدي ندي حوايج عند الناس، شحال قدي ندي الحوايج عند الناس، شحال قدي، ما راعي اللي يعطيكم ما يعيش اللي يمد، ما يمكنش تبقى بهذه الحاله بحال هكا. اضطريت نلوح حوايجي كاملين، من طبيعه الحال كنشوف راسي محقور، لان خويا ما عنديش الجهد، الجهد دايره لي الفم. لقيت واحد الناس الله يجازيهم بخير، ما عمرني هذوك الناس نسى الخير ديالهم، هذوك الناس الله يجعل لهم في ميزان الحسنات. على قدر الحال اخويا تما نطي لوحهم، علاش ما لقيتش الماء؟ الى قدر الحال تما نطي لوحهم. دراعي اللي من اللي كنت كنسقي كروسه كنت كنسقي بها، السيد خدام بها، سوا باغي يطرد رزيق، توا مسكين باغي يطرد رزيق، ما غيبقاش هو عاطيني الكروسه، يكفي ما عطاني الكروسه، يكفي. كتشوف اخويا ما عمرك غدخل الماء، انت خدام ميناج نهار تتخدم تتقعد 10 ايام بلاش، ما عندك حتى شي خدمه ليا قاره ولا شي مدخول قار، ولا الا ما خدمتيش ما تلقاش ما تاكل، تنقعد 4 ايام ولا 5 ايام كنتصل بواحد السيده، داك السيده كثرت عليها بزاف، الو فلانه الو فلانه الو فلانه الو فلانه، ما يمكنش هذيك فلانه خير منها، كثرت عليها بزاف، كما هي كومنت شحال هادي، تنولي نتصفق بالجوع، صافي عينيا تيتسدو، تنولي نبكي، نبكى ما كيبقاش يخرج ليا بعض المرات، علاش؟ الصحة ما كايناش باش غتخدم، كتقاوم، كتقول لا نخرج نخدم، خا 100 درهم، تا كاع جبتي 100 درهم، تا كاع جبتي 4000، تا كاع جبتي 6000، اش بدي لك 6000؟ خويا عندي 150000، عندي الماء عندي 3000 درهم، عندي 60000 قال 50 درهم، أنا كنطلب من خوتي، خواتاتي، خوتي المحسنين، خواتاتي المحسنين، من قلوب رحيمة داخل الوطن وخارج الوطن، يشوفوا من حالي، يشوفوا من حالي وحنوا فيا، الله يجازيهم بخير، الله يجعل لهم في ميزان الحسنات. دابا كتشوف العيد الكبير، هذا هو المشكل، العيد ما يمكنش، العيد اخويا ما كنعيدش، ما نكذبش على سيدي ربي، العيد ما كنعيدش، شي 10 سنين دابا، مني مات الوالد الله يرحمه، عمر العيد ما دخل عندي للدار. واحد السيده الله يجازيها بخير، يا وخوها هما اللي كيجيبو لينا كل عام، كل عام تقضيه كنديباني عام من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، واحد تقضيه اش نقول لك، ما هياش من طبيعه الحال غيخسر، من طبيعه الحال غيخسر، لان ما عندكش الثلاجه، الثلاجه باش غتشعلها ما عندكش الضو، الماء باش غتسيق وباش تحيد داكشي تاع الحولي ما عندكش الماء، ما يمكنش حقدك غتسقي، اختي مسكينه مريضه وكتخرج تسقي، عندها حبوبه هزا حبوبه وكتخرج تسقي، مسكينه بكات البارح، بكات عليا والبارح بكات عليا، طيبتني من كثرة اختي كتجي تبكي عليا، انا طبت، انا طيب، انا قلبي طيب من جهه الماء وهي كتزيد تكمل عليا، علاش ما عنديش امكانيات، بغيت نوض ما قديتش، انا كنطلب من خوتي وخواتاتي من قلوب رحيمه، من خوتي المحسنين وخواتاتي المحسنات داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، يشوفوا من حالي، يشوفوا من حالي، الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، انا ترجيتكم وترجيت الله، الا ما شوفوا من حالي، انا ما تعطوني والو، انا وقفوا معايا ندخل علمة، انا دون نقدر نقعد ظلمه ما عنديش مشكل، انا اخويا الماء لا يمكن، لا يمكن اخويا بنادم يقعد بلا ما، لا يمكن، ما يمكنش، لا بيت عاد تشرب، لا بيت عاد تشرب تتوحل، بيدو الماء شويدي لك بيدو، الجيران ما بقاوش بيعمروا لينا الماء. دقينا الضيور تاعينا، بقيت كنبكي حتى جاتني واحد النهار عصابي، لدرجة شربت 3 4 الفانيدات ديال العصاب، عطيني الطبيب واحد الفانيد ديال العصاب ديال الاكتئاب حاد،
لدرجه ولا في اكتئاب، وليت كناخذ الفانيد، الطبيب عطيني وحده في النهار، انا وليت كنشرب ربعه في النهار، وليت كنغامر بروحي، تنقول لي بيوقعي وقع ليا ماشي مشكل، المهم انا نعس. رغم داكشي كامل كنشرب ربعه فانيدات وما كنعش، درجه ما كنعش، كتفكر وليتي كتفكر يوميا، كتفكر كتنوض مع الصباح كتفكر الماء ما عندكش، كتبي تنعس ما عندكش الماء، تخرج تجي كتفكر الماء، تبي تسقي ما عندك جهد، الكاك بعيد كيعاونوك الدراري، الدراري الصغار خاصك تدور معاهم، انت ما في استطاعتكش باش تدور مع الدراري، لا عطيتيهم واحد المره ولا جوج مرات انت ما في استطاعتكش. صيفطوا لي شي ناس ماشي، ما صيفطوش ليا في رمضان، جزاهم الله خيرا، انا كمان هنا كنهديهم نداء، الله يجزيهم بخير، الله يرحم لهم الوالدين، الله يجعل لهم في ميزان الحسنات. وانا خويا صيرتها، علاش اخويا؟ داكشي قليل ما داير ليا والو، لان اداره هذيك ما غاديش، وما الاداره ساعدوني ما نكذب على الله ساعدوني، وانا خويا ما عنديش امكانيات. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.